سنة في المدرسة. احنا بدأنا الفيديو يا جماعة على المدرسة. انا مربية مدرسة في البيت. ايه بدي في دماغها؟ يمكن دماغها تندوش. ارمي ايه الحتة اللي هناك ده غويطة. ملمينك نفسي عشان ترتاحي وخلاص. ما انا بقولك الحتة اللي هناك ده غويطة. يعني لو وقعت شهيدة؟ لا، هو كل اللي بيموت غريب بيبقى ميت شهيد ولا ايه؟ لا مش انت اللي حاطفه نفسك؟ خليكم شاهدين يا اولاد في الفيديو، هي اللي بتحدف نفسها. ايه؟ انا هتفني مش انا. حتى جارتنا اللي جنبنا شاهدة. لا مش شاهدة، شاهدة ايه ولا؟ انت زهقتها وهي اللي ترميها. يا ولاية شفتوا بقى؟ الحمد لله ظهر الحق. جارتنا قلت لكم شاهد اللي عايز زعل عشان تعرف انه شاهد ايه. شاهد متمر ده. حلوه قوي دي. طب تقولي مش الشبكه من النص؟ طب هو الايد معايا، ما تعملها في النص يا حور. مش عارفه انت ربطتها في الحته اللي هي هي بتاع ولا كان كده برضه. لا اله الا الله. قلت لك سيدنا محمد رسول الله. انت عندك الحاجه بقت جناي. سيدنا محمد رسول الله يا اختي. السقه رش بذمه يا حبيبتي. روحي السقه مات والدفنه يوم الثلاث. هوب 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 يا على اللي هوب هوب يا على اللي هوب هوب هوب. صباعه مات يا بنت. لمي الحبل وراه ادفنوه. بصي الحبل ده خصتك كده تربطي كده اهو وتنوضيه. يا جماعه على البحر ده مليان بغله بغله من السمك. احنا كل اسبوع بناكل منه أكلة سمك. طب هو بيقولك البحر فين عشان نيجي نصطاد؟ كل اللي في الكومنتات بيقولك طب قول لنا البحر ده فين عشان نجيب. يبقى كده ولا مش تقدر تحد الناس اللي هتيجي تصطاد على البحر؟ البحر ده يا جماعه في مركز شموس. في مركز الباجور. احذفوا نفسكم. ايه رايك يا ولاء؟ بص ضللت حتى المشاهدين. حتى البتاع مش عايز يكلم. ضللت المشاهدين حتى. انت من مركز شموس. قلت لهم احنا من شبيه. اسمعوش كلامهم احنا من شموس. المركب يا شمون من عند الميدان كده هناك في البحر. هتروح عند صدناه وتقول يا ام محمود انتوا بنات. هقول لهم تعالوا البحر اهو في صدناه ذات نفسي. هو ده بس ولا ده؟ تبص اللي هو كان شايلينه من هنا ده. مش دي جدور البص يا ولا؟ دي الجذور ولا هو اصلا كان فينا؟ بص يعني اللي رماها هو ما كانش قادر يولعها بره. ايه يا كده كده فيها بوس؟ يعني ايه يعني الحته دي بيطلع فيها بوس؟ بوس من ده. تانتي منى بتقول لكم كريمة بتحبكم وتعكسها. المفروض الجردة اللي دي ترمي مكانه عشان خاطر الأرض تظبط. ها؟ ها؟ سلمت الجولة اللي احنا عاملينها امبارح؟ بابا جه. بابا ايه بابا ايه بابا ايه بابا ايه فين يا مالك؟ البيت ديت خيالها كان بيقول لها انزلي بيها احصري المنى في وسط البحر واطلعي. اساليها تحصر في وسط البحر. عصير في البحر؟ انت كنت عايز تعملي البحر ده كله عصير للبحر؟ عصير. روح اجيب الكيس من وسط البحر. طب يا استاذه ملك البحر ده يكفيه ليمونه. طب والسكر يكفيه كام كيس؟ مع انك انت بقى لا ده احنا كده هنجيب الاستراب بتاع مصر بحاله السكر ونفضي فيه. المهدر بار اضرب ايه يا
قوي من هنا. لما اقول كلمه واحده تسمع كلام، سمعت المره دي هتقف دماغك لقيتك في وشي. اضربها لي اضربها لي اضربها لي. خدي انت يلا بقى جدي خد لك حق. اسنانك الصغيره اهي. ايه شكلها اسنان ايه؟ فاشة مهمين. خد بتحفه اهي. طب انزلوا في قلبها كمان وقولوا هقعوا عشان يعجبكوا. الشغلانه اللي مش مسليه دي. يعني انا لو نزلت لا انت اللي هتنزل يا حاج، وخلي ايه اللي هي تروش عشان احنا ما نترش تاني. طلع حاضر وانت انزل مطرحها دي. يا ريت هتقع. انزل بقى انت الهويه. على فكره ده في حته حجر في الاخر. بينزل عليها يا اي بينزل عليها. انا هجيب لك المرانه تدعك عليها. انتوا من غدك تسرح في قلب البحر ركبه مركبا ده عايزه عشان تقدر الجوايه بيشتك شتك. هناك يا بقى انت عاوز تحرق الميه عند السلم كده اهو. مين اللي عامل ميه ده؟ بتشربها في ثانيه بس. اذا الله انا بتفك على الحته دي عشان ان احنا بنقعد فيها التانيين ورشتهم جرادل كده على الخفيف. صح شفتوا بقى بحفن يا مالك بنتي هاي انت خدت بالك؟ لا بقى بس كده تقعد فن هو انتوا ناويين تجيبوا له جلطه النهارده ولا لا؟ بعد الشر احنا عايزين. انا قلت ايه؟ تفتح في الخرف اللي بعد الشر. خلصت ايه؟ انا اتكلمت يا بنت. طب ما انا فين اهو مديله عليه يا بنت. الفحره دي هنفحرها تاني دلوقتي. يخرب بيت اللي جابوكي. ايه يا اختي اللي مطرقه برعايه يخرب بيوك. اتفضل. حاضر هقعد نايم شوية في البيت. شفتوا بقى دماغ ابويا بيرزع كده الرزع تجيب الجردل على ابويا. اصل ابوكي متعود على كده كمان. كان بيسقي من الترعة بالجردل. بيسقي الارض بحالها بالجردل. بص الملوخية تطلع تقول له يلا على غاية تسقي الملوخية. يضرب الجردل يشيل امامي. يضرب الجردل يشيل امامي. ابوكي سقي سقي غيطان قديم. بابا ايه بابا هو. غرقيه. لو انا منك كنت غرقتها. تعملي دي وانت مش قفانه قدامك يا ست انتي؟ تستاهل. شغل العبط ده انا مش عايزاه. زي ما عملت معايا. طب انا بقى مزاجي ان انا ارش الحته دي دلوقتي. رشي. كل واحده تقعد في حته. كل واحده تشوف حته تقعد فيها. مش هقول لكم تاني، كل واحده فيكم تشوف حته تقعد فيها. كل واحد يشوف زنقوه. اي كلبه تقعد في مكانها. انا مش كلبه عشان انا قلت الكلمه. طلع النبي اكبر جد مليان في المره. طح فني ايه هتفر على نفسك ولا ايه؟
احنا عايزين صباطه يوم صباطه ولا اصطناعه سالبه. الصباطات فوق من فوق على العشه بتاعت ال اه نغير نجيب واحده بعد ما نعمل كده ننضف ليه. دي نعمت قوي على فكره، بقت حاجه بقت زي الشارع عندنا. والله انتوا ولاد حلال اقسم بالله. ربنا يبارك لنا في عمركم. انت قاعده كده ايه هادي؟ نادر قاعده اهي. هادير اقعدوا دلدلي رجلك انت روحي زيه. عند الكوره كده مر بس باظ الكورير. عند البوسك ده جنب البوسك ده يا ايه جنب البوسك ده يا شيخ ده انا ما اقدرش اجاوب يا رب. وين دم بتيجي؟ في راحه فين؟ هي بتعمل في حته واحده، الحته دي ياما مش واحده، الحته اللي هي التراب اللي فيها بقى ابيض، رجعت ابيض التاني كالح هناك. والله يا ايه كلهم بتترش. دي ما احنا هنقعد فيها. كلهم بتترش يوم. تحت رجلك كده وجردان خلينا مكانها دير وهنا. مرتين هنا بقى وخلاص عشان يبقى احنا رشنا كلنا. عيب تقومي عيب تقومي خليها ترش مره كده تحت رجلك كده الناحيتين عند رجلك كده طوالي ايه الحته ده طوالي كده ما تشمش. ليه طيب توسخ الميه؟ توسخ الميه بحيث انها تشربها. ما تحطها على البتايه. ده الارض بتطش بتطش كانها كانت ولعه وبتطش في الارض. انتوا كلكم حافين الا انا لا استشف حتى استفيد. يلا ده عند الطوبه السمرا ده عند الطوبه ده اهي الطوبه تحت رجلك اهي يوان دي. يلا يلا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انتظرونا كل يوم.